أهلا بكم. في الأسبوع الأول من شهر رمضان جدل بشأن المسلسلات الرمضانية، جدل شهده الفضاء الإلكتروني تجاه عدد من الأعمال الدرامية التي أنتجت لهذا الشهر. أسئلة الرقابة والضوابط والمضامين التي تناولتها هذه الأعمال وما أثرته من قضايا وصولا إلى قرارات حكومية بمنع بعضها. الدراما الرمضانية حدودها ورسائلها. للخبر بقية. إذن مضامين المسلسلات الرمضانية موضوع قديم قدم هذه الصناعة التي يتغير محتواها بحسب تغير المزاج السياسي والاجتماعي. ردود فعل تواجه هذه الأعمال في كل سنة تتعلق بالمواضيع المطروحة أو بالشخصيات أو السلوكات الممثلة في هذه الأعمال. إنتاجات في معظمها محكومة بالجهات الممولة، سواء كانت حكومات أم جهات ذات توجهات إيديولوجية معينة، وهما ينعكس على طبيعة العمل والجدل الذي يثيره. في هذا الموسم الدرامي برزت عدة أعمال أثارت جدلا سياسيا واجتماعيا، وانقسمت بشأنها الآراء بين من يراها انعكاسا لواقع اجتماعي اقتصادي، ومن يرى فيها أيضا إقحاما لمفاهيم وتصورات لا تناسب المشاهد العربي وتحديدا في شهر رمضان. ففي العراق مثلا أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات الحكومية وقف عرض مسلسل الكاسر بعد مطالبات نيابية وعشائرية إثر ردود الفعل الغاضبة التي أثارها بسبب ما عد إساءة للعراقيين وخاصة للمجتمع الجنوبي وسمعة عشائره. أما المسلسل الكويتي دفعة لندن الذي يتناول حياة مجموعة من الطلبة التحقوا بالدراسة في بريطانيا مطلع ثمانينيات القرن الماضي، فقد أثار أيضا موجة انتقادات واسعة بسبب ما قيل أنه يروج لصورة سلبية عن العراقيين. مسلسلات تلفزيونية أخرى واجهت نقدا لاذعا من منظور آخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. ففي تونس مثلا تجاوز مسلسل فلوجة حدود الجدل ليصل إلى ساحات القضاء لما يتضمنه من تصرفات خطيرة جدا على المتابعين من الأطفال والمراهقين والمربين والعائلات، بحسب الدعوة المقامة لوقف عرضه والتي قوبلت بالرفض من القضاء التونسي. المسلسل يتناول بطريقة درامية كواليس الحياة المدرسية تحت غطاء ظاهرة تفشي المخدرات داخل المعاهد. المسلسلات التاريخية بدورها نالت نصيبا من الجدل، وهذه المرة فيما يتعلق بالرواية التاريخية، حيث حظي مسلسل الإمام الشافعي بنصيب من الهجوم بعد اتهامات بضعف السيناريو مقارنة بحجم الشخصية والقصة التي يصورها. إذن جدل مستمر كل سنة حول هذه الأعمال الدرامية. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا ونتساءل عن ماهية الضوابط التي يمكن أن تكون حاضرة في الدراما الرمضانية، خاصة عند مناقشة القضايا المجتمعية. ونطرح أيضا موضوع تسييس الإنتاجات الدرامية ودور الأجهزة الأمنية والسياسية في مسألة القرار الإنتاجي، كما نتوقف عند مسألة الرقابة، وهل قرار منع العرض أو إيقافه هو الحد للحد من الظواهر المتناولة كل سنة باختلاف الأعمال الدرامية. للنقاش تنضم إلينا من القاهرة الأستاذة نسرين زيات المخرجة والناقدة الفنية، وأيضا من تونس الدكتورة لمياء بلقايد جيجا مديرة المدرسة العليا لعلوم السينما والسمع البصري، وأيضا من بغداد الأستاذ مصطفى داخل الممثل وأحد أبطال مسلسل الكاسر. أرحب بكم جميعا. وسؤالي الأول لك دكتورة لمياء بلقايد، إذن الجدل مستمر كل سنة حول هذه الأعمال الدرامية وهذه المسلسلات، برأيك هل هذا الجدل مبرر؟ هل توجد مبررات لذلك؟ وإلى أي حد هذه الأعمال الدرامية هي فعلا انعكاس للواقع ولا يوجد أي تهويل أو مبالغة كما يقول منتقدو هذه الأعمال؟ دعينا نأخذ مثال المسلسل فلوج الذي يتناول الحياة المدرسية وأثار جدلا في تونس، إلى أي حد هو وفي في طرحه للواقع في المدارس والمعاهد التونسية؟ وبالتالي هنا ربما نفهم هذا الجدل حوله. شكرا على طرح هذا الموضوع، ولكن قبل التطرق إلى عملية الرقابة أو المسبقة أو ما أثاره هذا المسلسل وهذه الدراما هذه السنة، دعنا نقول أنه الإنتاجات التونسية في السنوات الأخيرة خاصة تميزت بجرأتها الكبيرة، ولكنها لاقت كذلك
رواجا لدى الجمهور التونسي وكذلك العربي. أذكر على سبيل المثال السنة الفارطة هناك مسلسل يعني لاقى الكثير من يعني في نفس الوقت يعني تجاوب وتعاطف، ولكن أثار ضجة بطريقة تناوله لموضوع حارق، وهو الحرقة، مسلسل الحرقة في السنة الفارطة الذي تم إخراجه من طرف الأسعد الوسلاتي، الذي لاقى رواجا في البلدان العربية، باعتباره أنه تناول مسألة الهجرة الغير الشرعية، نعم وكذلك أثار حتى انتقادات من طرف السلطات الإيطالية في فترة ما. يعني المواضيع الحارقة في السنوات الأخيرة هي أصبحت يعني محل اهتمام كتاب السيناريو في السنة، باعتباره أنه في تونس تقريبا هناك انفتاح كبير على المواضيع التي فيها الجرأة، سواء تناول المواضيع فيما يخص المرأة، فيما يخص الزواج العرفي الذي هو ممنوع في تونس، يعني مدنيا ممنوع في تونس، تناول المواضيع يعني المخدرات، نعم ليست بالمرة الأولى التي يتم فيها تناول المواضيع، ولكن قبل ذلك كان فيلم مسلسل نعم حكاية تونسية أو مفيدة، تعرض كذلك إلى مسائل يعني انتقادات عنيفة نعم جدا وصلت إلى حد يعني القضاء. ولكن هذه السنة يبدو لي أنه المسألة أخذت منحى آخر، واعتبار وأن هو توقيت ربما التوقيت الذي جعل من الدراما هذه السنة يثير هذا الجدل، باعتباره يتناول مواضيع تخص يعني فئة عمرية نعم معينة. ربما طيب كان للهيئة العليا المستقلة للاتصال الصناعي البصري أن تهيئ أو يعني تصنيف نعم المصنفات كما هو في العالم أجمع، ولكن سنأتي إلى ذلك هناك لاحقا معك دكتورة لم يدعيني أذهب إلى الأستاذ مصطفى داخل من بغداد، ودعنا نبدأ من هذا الجدل الذي أثير حول مسلسل الكاسر في العراق. ما مدى موضوعية أو مشروعية المطالب الداعية لوقفه، وقد تم وقفه بالفعل، يعني إلى أي مدى هذه المطالب بإيقاف الأعمال الدرامية لأنها تثير جدلا ما هي مشروعة برأيك؟ في البداية حياكم الله ورمضان كريم على كل من يشاهدنا، وعاد الله عليكم بالصحة إن شاء الله والعافية يا ربي. اللي صار يعني هو فوضى كبيرة، وما كان المفروض هيك يحصل. خلي شوية يعني نبتعد عن لغة التشنج ولغة المشاكل والأعصاب، خلي شوية نبتعد عنها، وخلي شوية نبتعد عن الكلام الفوقي والسطحي، وخلي نتكلم بوسطية حتى لا نخلط الأوراق. الكاسر عمل فني متكامل، وهو من وحي الخيال، يعني من وحي خيال الكاتب. هذا نوهنا عليه قبل عرض المسلسل بي بي بيحت يعني بحفل قامت قناة اليو تي في قبل إنتاج هذا العمل، ونوهنا انه قلنا العمل ما يمد بصلة للواقع، وهو من وحي الخيال. وإذا تشوف حتى بالحلقة الأولى أو الثانية، احنا في بداية الحلقة موجود يعني تلويه انه هذا المسلسل ما إلى علاقة بالواقع، وحتى يعني إذا تشوف الحلقة الأولى قلنا والثانية، من تشوفها وتجي تشوف مكانها ولوكيشناتها، يعني ما لها علاقة لا بالزمان ولا بالمكان، يعني ما محددة بوقت، يعني ما محددة بزمان وبمكان. وحتى أزياءنا تشوفنا إحنا، يعني مثلا خلينا نقول أزياء غالب جواد اللي هو كان هو الكاسر، وأنا بشخصية الصايح وبراق، حتى أزياءنا بعيدة كل البعد عن الواقع، يعني فانتازية. ويعني احنا كفنانين عراقيين لم يعني يعني منذ من يعني من من شو وقت احنا نسيء لبلدنا او نسيء الى عشائرنا الكريمه، يعني بنهايه المطاف احنا ابناء عشائر، واحنا ابناء هذا البلد، وعمرنا ما سئنا الى بلدنا والى عشائرنا الكريمه. نعم استاذ نسرين زيات من القاهره، ايضا حتى المسلسلات التاريخيه نالت نصيبها من النقد، مسلسل الإمام في مصر، برأيك ما المأمول شعبيا حتى تكون الأعمال الرمضانية، الأعمال الدرامية الرمضانية مقبولة شعبيا؟ هل توجد معايير، توجد ضوابط أو مواصفات معينة يحبذها الجمهور ربما، وعلى المنتجين الالتزام بها برأيك؟
الحقيقة ما اللي حصل مع مسلسل الإمام، وإحنا طول الوقت في مصر بنتعرض لسيف الرقابة سواء في التلفزيون أو السينما، فده أمر مش جديد علينا إطلاقا. نعم بس هو اللي بيحدد ده إنه النوع ده من المسلسلات اللي هو ليه فترات طويلة، ده يعتبر أول مسلسل تاريخي بيتكلم عن شخصية أثرت في التاريخ العربي كله، وتحديدا في مصر شخصية الإمام محمد إدريس الشافعي، إنه من له الحق أن يضع هذه الضوابط والقيود اللي لها علاقة بالرقابة، نعم سواء الناس اللي هي بتتهم المسلسل ان هو الكتابة غير جيدة او المحتوى غير لائق، بما لانه الجمهور يشاهده بعد، يعني لانه رمضان دايما هو موسم المسلسلات والاعمال الدرامية. فانا في رأيي الشخصي انه دي جرأة من الكاتب محمد هيبة، اللي هو كان ليه حضور قوي العام الماضي في مسلسل بطلوع الروح مع الاستاذة كامل ابو ذكري، ومع مخرج بحجم الليث حجو ومخرجين اخرين، انه ليه نحط قيود على عمل فني متكامل في وقت احنا الفتره دي مش كل الناس بتبقى عندها القدره ولا الطاقه ولا الوقت ان هي ترجع تقرا كتب التاريخ. في نقطه تانية لها علاقه في وجهه نظري انا، انه الرقابه مش بس جهاز رقابي من مؤسسه، لكن الرقابه بتبقى اكتر رقابه مجتمع، وهي اللي هي بتحط القيود دي كلها اللي بيتم تجميعها، وبالتالي الناس يقول لك لا اصل المسلسل فيه مشاكل في الدراما، في التصوير، في الشخصية. يعني انا ضد اي نوع من الرقابة اللي هي بتفرض على اي عمل ابداعي فني، سواء تلفزيون، سواء سينما، سواء مسرح، سواء اي عمل مكتوب في الوقت ده. يعني نعم دكتورة لامية، يعني هل يجب أن تكون وينبغي أن تكون هناك رقابة أصلا على هذه الأعمال الفنية والدرامية، أبدا رقابة مسبقا؟ أبدا أبدا، لأن الإبداع هو حرية قبل كل شيء. ولكن على 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 إذا 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 كان علينا أن مش نقيد الفنان في طريقة كتابته، ولطالما كان الفنان حر، يعني بالتالي يمكن في بالنسبه للانتاجات التي تمول من القطاع العمومي ربما تكون فيها ضوابط على القناه ان تحدد ضوابطها، ولكن الفنان هو المبدع له. يعني نحن نتحدث عن الخيال، يعني حتى المسلسل الذي تم تعرض الى هرسله، خلينا نقوله هرسله من المجتمع، من القضاء، من ولكن اثار، يعني رده الفعل كانت عكسيه. اليوم يعني الجمهور ربما صار يتفرج يعني اكثر على، يعني نسبة المشاهدة للمسلسل اليوم صارت أعلى بكثير. يعني هناك يعني الحكم هو الجمهور. يعني إذا كان ثم بيناتنا ثم زر، يعني المتفرج يتحكم فيه، ولكن الفنان له الحرية المطلقة لكتابة أي موضوع، يعني من غير تابوهات، يعني سواء على المواضيع عن حرية المرأة، عن الاغتصاب الموجود في المجتمع. يعني المواضيع هي موجودة في المجتمع منذ القدم، ولكن الحديث أو التطرق إلى المجتمع يمكن لنا أن نقيم بعد ذلك هل العمل فنيا يرتقي أم لا، جماليا يرتقي أم لا، ولكن ليس بي 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 ليس من المسموح أن نقيد الفنانين في طريقة كتابتهم وفي طريقة إخراجهم. ليس نعم. لنا من، يعني ما طيب يبدو لي، يعني هذا هناك مفهوم العديد دكتورة من لميا. الغلطات في طريقة طرح أصلا نعم القضية. نعم نعم ولكن في المقابل هناك من يقول بأن بعض الأعمال الدرامية تجاوزت الخطوط الحمراء، وهنا أتوجه بالسؤال إلى السيد مصطفى داخل من العراق، إلى أي مدى طرح قضايا جريئة هو مسموح به في مجتمعاتنا العربي ومقبول أيضا مجتمعيا وشعبيا؟ صراحة احنا واجبنا يعني كفنانين، خلينا نحكي على صعيد العراق او كفنانين عرب، نعم يعني الكل قبل لا يدخل بعمل وقبل لا يصور وقبل لا ينفذه يقرأ النص ويعرف هو وين رايح وين منطقته. هذه وحدة. انت تعرف كل مسلسلاتنا اللي عندنا بالعراق قبل لا يتم تنفيذها تروح الى مؤسستنا، المؤسسه المسؤوله وهي الام على توجهات الفنان العراقي واللي هي نقابه الفنانين العراقيين.
ما احنا بنقابه الفنانين العراقيين هي اجازه، يعني او خلينا نقول انطت الاجازه الكامله لهذا النص ووافقت عليه وشافته ما بي اي اساءه لاي شخص كان. نرجع ونقول العمل هو فانتازي ما له علاقه بالواقع. العمل يحكي عن صراع ما بين الخير والشر، واحنا كنا نعرف منذ بدايه الكون يعني والى هذه اللحظه. لو تفضلت استاذ مصطفى، هو يعني الكون مبني على، معذره على المقاطعه، دعنا نتحدث بشكل عام ليس فقط على هذا المسلسل او غيره، بشكل عام فيما يتعلق بالاعمال الدراميه الرمضانيه، هل يوجد سقف معين في طريقه التعامل في هذه الأعمال الدرامية دون تجاوز هذه الخطوط الحمراء التي يحذر منها الجمهور ومنتقدو هذه الأعمال بشكل عام؟ خير الكلام ما قل ودل اختصر لك الإجابة. خير الكلام ما قل ودل اختصر لك الإجابة في لقاء تلفزيوني لفنان كبير وتاريخ مصري عظيم عادل إمام، أنا شخصيا شفته قال لا يوجد رقيب على الفن، الفن رقيب نفسه. نعم، الفن رقيب نفسه. دكتورة أستاذة نسرين الزيات، هل هو فعلا كذلك؟ هل توجد رقابة ذاتية من الفنانين في الأعمال التي يقومون بإنتاجها والمنتجين وغيرهم لتجنب هذا الجدل؟ هل هذا فعلا موجود؟ بالتأكيد لكل فنان وكل مبدع لديه خط أو لديه رقابة ذاتية، بس في الحقيقة لو هنتكلم على شكل الرقابة مفيش حاجة تقدر تمنع أي كاتب أو مخرج إن هو يحكي الحكاية اللي هو عايز يقولها، اللي هو حابب يرويها من خلال عمل تلفزيوني دراما ملهمة بكل التفاصيل موجودة فيها. بس في نقطة مهمة جدا متعلقة بفكرة الرقابة اللي هي بتيجي من الشارع والقيود اللي بيحطها الشارع. يعني انت دلوقتي جاي بتقول لا اصلك المسلسل ده بيسيء لمجتمعنا، اصلك ما فيش حاجات موجوده كده في كتب التاريخ، فانت بتشوه الحقيقه يعني. بس في الحقيقه في الشارع في كميه من السلوكيات كلنا عارفينها، يعني مش بس في مصر، في كل المجتمعات يعني. بس انت ازاي هتيجي تمنعني انا كمبدع وكمخرج وككاتب سيناريو وتحجمني وتقول لي لا انت غير مسموح انك انت تتطرق لهذه القضية، تتطرق لهذا الموضوع، انك تدي مساحة لاجيال تانية جديدة لسه صغيرين ما يعرفوش مثلا مين الامام محمد ادريس الشافعي الا يعني القليل يعني. فكرة القيود دي بالتأكيد الفنان مهم انه تكون عنده رقابة ذاتية احتراما للمجتمع اللي هو جاي منه، بس في نفس الوقت ده لا يحد من حرية الإبداع. الرقابة الذاتية انه يحترم ذاته فيما سوف يقدمه للجمهور، سواء جمهور التلفزيون او جمهور السينما. دكتورة لميا، تحدثت الأستاذة نسرين عما وصفتها برقابة الشارع او الرقابة القادمة من الشارع، هل توجد مبالغة ربما في ردة فعل هذا الشارع والمشاهد العربي عموما؟ ربما هو عاطفي بطبعه كما يقول البعض، هل توجد مبالغة من طرف هذا الشارع، وهل هو قادر هذا المشاهد على إصدار حكم حول أعمال درامية انطلاقا من مشهد أو من لقطة أو من موقف في هذه الأعمال؟ دكتورة لميا، عفوا لم أسمع السؤال، السؤال ممكن يعاد السؤال؟ دكتورة لميا سألتك، هل تحدثت الأستاذة نسرين عن رقابة الشارع، هل هذا الشارع هو قادر على إصدار حكم موضوعي حول هذه الأعمال الدرامية؟ والواقع أن يعني كما يقول كثيرون أن المشاهد هو بطبعه عاطفي وربما ينساق وراء تشنج ربما ما ناتج عن موقف أو لقطة أو مشهد ما من عمل درامي، وليس ككل العمل بالمجمل. ربما ما أثاره مسلسل الفلوجة ربما عرى المسكوت عنه، أثار جدلا لدى الشارع في قضية التربية. يعني هناك العديد من المسائل التي كانت يعني ربما لم يتم التطرق
إليها في السنوات الأخيرة ما بعد الثورة بطريقة جدية، ألا وهي مسألة التعليم والتربية. اليوم لابد من مراجعة برامج التعليم وتهيئتها لما يعيشه المجتمع اليوم. يعني برامج التعليم والتربية لم تعد تتماشى وتطورات العصر، وهذا يمكن فرصة، يمكن المسلسل هذا أثار يعني العديد من الإشكالات. كذلك أثار قضية يعني الدور الأسرة، ما هي حدود التربية؟ يعني ما هي حدود التربية؟ الأب، الأم، الرقابة، يعني العديد من الإشكالات التي طرحها المسلسل فرصة هي يمكن اليوم لمراجعة ما هو مسؤوليات كل شخص، مسؤولية العائلة، مسؤولية المربي، مسؤولية الأستاذ، مسؤولية الإدارة، يعني الحكومات، مسؤولية المنظومات. يعني لابد أن اليوم مراجعة تقريبا كل، وهذه فرصة الشارع اليوم أصبح يتحدث عن كافة المواضيع التي يمكن كانت لم يكن من المسموح أو يمكن كان مسكوت عنها أو يمكن تهاولنا في طريقة تناولها. ربما فرصة أن الفنان اليوم يثير القضايا التي كانت بفضل الجرأة اللي موجودة في طريقة طرح المواضيع، ربما هي فرصة لمراجعة العديد من المسائل في بلداننا العربية بصفة عامة. نعم أستاذ مصطفى، يعني كثير من المنتجين والجهات المنتجة أيضا عموما تسعى لإثارة الجدل أو خلق البوز كما يوصف، لتحقيق ربما نجاح تجاري لهذه الأعمال، ولا يهمهم في ذلك الضوابط الأخلاقية والمعايير المهنية والفنية. إلى أي مدى هذا الكلام صحيح برأيك؟ أنا شخصيا أحكي لك على مستوى العراق، يعني أنا أشوف هذا الحكي ما موجود، وماكو منتج ولا اكو او لا اكو فضائيه تحب بلدها، ولا اكو فنان يحب بلده يسيل بلده من خلال عمل درامي، وبالنهايه يعني شنو راح يحصله؟ يعني ما راح يحصل اي شيء. فانا اشوف هذا الكلام يعني غير صحيح وغير مقبول. بالنهايه الشارع، خلينا نقول يعني على صعيد الوسط الفني العراقي، الشارع العراقي واعي وفاهم، ومن يشوف عمل يعرف هو وين رايح العمل، ويقدر ينطي رايه بكل مصداقيه وبكل ادب. فيعني يعني ما له علاقه لا المخرج ولا المنتج ولا حتى الفضائيه المنتجه للعمل. أستاذ نسرين زيات، أيضا يطرح تساؤل آخر هنا، من يقف وراء إنتاج هذه الأعمال الدرامية المثيرة للجدل؟ أحيانا بعض الأعمال يقول منتقدوها بأن جهات حكومية وسياسية وأجهزة تابعة للدولة تقف وراءها، ومن هنا يأتي هذا الجدل. إلى أي درجة أيضا وإلى أي حد هذا يسبب جدلا حول هذه الأعمال بالنظر إلى أنها هي مسيسة بالأصل؟ هو في الحقيقة لو هنتكلم على شكل الإنتاج في الكام سنة الأخيرة بقى إنتاج ضخم جدا. دلوقتي في كيان ضخم ومهم، الشركة المتحدة، وما نقدرش نصنف إنه في شركات خاصة وشركات عامة أو شركات تابعة للدولة أو شركات خاصة. كل ما ينتج ويعرض على الشاشة من قبل شركات معنية بإنتاج عمل مميز ومختلف، فبالتالي هم بيصرفوا عليه بدون أي توجهات سواء سياسية أو توجهات من نوع آخر، اللي هي أنه إحنا بنشوه مجتمعنا. بس هو الإنتاج، هو أصبح الإنتاج في مصر إنتاج مميز، وده ادى مساحه لكتير من المخرجين من الجيل الجديد ان هم يستخدموا اسلوب السينما في التلفزيون. بس كمان هرجع لنقطه الرقابه، اللي هي او القرار اللي بياخده المنتج او الشركات المنتجه، شركات الانتاج او الكيانات الانتاجيه الكبيره، بان هم يحكوا حكايه مسلسل ما للجمهور، فده يعني ان هي طالعه من واقع المجتمع بتاعنا، من واقع المجتمع المصري اللي احنا كلنا طول الوقت بنتعرض ليه في الشارع وبنشوفه وبنعرفه من الناس اللي حوالينا. بالإضافة إنه في بعض الإنتاجات أو بعض الأعمال التانية بتناقش حكايات وموضوعات وأفكار احنا ناس بنسبة كبيرة ما تعرفش عنها أي حاجة. فبس
بس ما فيش قواعد وما فيش قوانين غير انه مجموعة من المنتجين المتحمسين دائما لخلق شكل جديد من الدراما التلفزيونية وتطويرها نعم يعني على مدار العام وخاصة في شهر رمضان. دكتورة لميا، يواجه بعض الناشطين أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي سهام نقدهم للحكومات، ويقولون يعني بعض الناشطين يقولون بأن كراهية الحكومات تدفع نتائجه الشعوب، يترجم ذلك في بعض الأعمال الممولة والمؤطرة ربما مسبقا من طرف جهات حكومية. إلى أي حد هذه المقولة صحيحة برأيك؟ وهل تدفع بعض الجهات أو الأطراف أو الحكومات نحو أعمال درامية تثير هذا الجدل وربما الكراهية حتى بين الشعوب؟ أنا لا أعتقد، بالنسبة لي كمتابعة للمواضيع، أعتقد ما تتميز به الساحة التونسية وكذلك المصرية والساحة العربية خصوصا هو نشأة جيل جديد، جيل شاب متكون بمختلف المعاهد، معاهد السينما، وكما قالت الزميلة أنه اليوم يعني هناك طريقة الإخراج المسلسلات هي يعني نرى فيها يعني تأثير تقريبا الطريقة السينمائية، وبالتالي هذا الجيل الجديد هو اليوم يعني يطرح طرق جديدة، ويعني طبيعي انه يمكن طريقة الطرح لا تعجب الجيل القديم. ربما هنا يكمن الاختلاف، هناك جيل قديم وجيل ربما قد تكمن يعني، ولكن انا حسب اعتقادي هناك هذا الجيل الجديد المتكون، يعني الساحة التونسية اليوم تعج بالكفاءات من التقنيين سواء في الصوت في الصورة وفي الإخراج في نعم. كافة المجالات، وبالتالي هذا ينعكس تقريبا على نوعية الإنتاجات من الطبيعي ومن البديهي. نعم أستاذ خالد، مصطفى الداخل، أختم معك. تم وقف بث مسلسل الكاسر في العراق، هل وقف البث ومنع البث هو الحل برأيك؟ صراحة يعني مثل هيك موضوع يعني هو مو حل انه انا اجي اوقف مسلسل، وبالنهاية يعني احنا فوق ال70 نفر نروح للوكيشن التصوير ساعة 5 الفجر، دايركت نشتغل الى ساعة يعني 3 الفجر او 4 الفجر، يعني يا دوب نرجع نرتاح لنا ساعة ومرات حتى ننام باللوكيشن. تخيل يعني هذا الكم الهائل من الفنانين والفنانين وهذا الوقت كله يجي يعني بقرار غير مدروس من هيئة الإعلام والاتصالات ويوقفون العمل. ما احنا العمل مجاز من نقابة الفنانين، ما من الممكن انه تجي توقف جهد ناس بقرار يعني قرار ظالم. نعم، شكرا جزيلا لك مصطفى داخل الممثل العراقي واحد ابطال مسلسل الكاسر، حدثنا من بغداد. الأستاذة نسرين زيات المخرجة الناقدة الفنية من القاهرة، الدكتورة لميا بلقايد جيجا مديرة المعهد العالي للسمع البصري والسينما بتونس، حدثتنا من مدينة الحمامات، شكرا جزيلا لكم جميعا. شكرا أيضا لكم مشاهدينا الكرام. نعود الآن لمتابعة واستكمال فقرات العرب اليوم مع أمل ووائل.